محبي وروادي الخيول هنا. هي المدينة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مدينة مرابط مصر الدولية المعنية في الأساس بالحفاظ على تربية الخيول والحفاظ على السلالات العربية والمصرية أيضا النادرة من الخيول المصرية. هي بيها الكثير من الأنشطة المتعلقة بكل ما يتعلق بالخيول، تربية الخيول وأيضا التدريب للخيول، أكاديمية مختصة بهذا الشأن تحديدا بتربية الخيول وبالتدريب على ركوب الخيل، بالإضافة إلى مدرسة فنية متخصصة في تربية الخيول، أيضا بالإضافة إلى المنطقة المحجرية التي يتم فيها تربية الخيول المعدة إلى التصدير، بالإضافة أيضا إلى مثلما ذكرنا المصانع المختلفة الموجودة لصناعة كل ما يتعلق بالمعدات والمستلزمات الخاصة بالخيول الموجودة في مرابط مصر. مرابط مصر هذه المدينة العالمية المعنية بالحفاظ على الخيول المصرية والعربية والسلالات النادرة بشكل أساسي، بها أيضا الكثير من المنشآت التي تعمل على خدمة الفرق التي تتواجد هنا والتي تشارك في المسابقات المختلفة، بالإضافة أيضا طبعا إلى الكثير من المنشآت الأخرى في كل ما يتعلق بالخيول المصرية والحفاظ عليها، تأصيل الفكرة الخاصة برياضة الفروسية لما لها من مردود سياحي ومردود اقتصادي، هي قيمة مضافة مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد المصري.